قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا أعتذر عن التأخير، احنا كنا قلنا 5 مش كده؟ طيب نخليها 5:30 على أساس يبقى ساعة قبل، لأن الوقت المغرب بيتأخر، فنخليها 5:30، يبقى من 5:30 ل6:30 ومعانا كمان لحد الإقامة، لو أخدنا ربع ساعة تقريبا هو 5:06:30 تقريبا مش كده؟ 6:30 في القاهرة، يعني لو أخدنا 10 دقايق كمان يبقى ساعة وعشر دقايق، كويس جدا. طيب ثانيا، الأرجوزة أين وصلنا فيها؟ وصلنا إلى 64 أخذناه، وبنت جحش ثم بدر المواعيدي وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي أخذناها؟ طيب يبقى ناخد من 65 ل69، ناخد 5، احنا كنا زودنا أخذنا 7 في 7. كده كويس، مفيش همة يعني. طيب ماشي. طيب مين يسمع لنا كده من 61 ل 65؟ ها؟ طيب المرة الجاية ناخد من 60 ل 69 نسمعهم؟ صعبة ليه؟ دي سهلة. وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد، والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها ولد السبط الحسن، وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعدي وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. انت لو تتبعت يعني انت لو ماشي بتركز معاه هتلاقي الكلام سهل جدا، بس انت لازم تفهمه، لانك لو رددته بدون فهم، بس هو مفهوم يعني انت في طيب. وبنت جحش ثم بدر الموعدي وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي، ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما، ثم بني قريظة وفيهما اللي هي الأحزاب وبني قريظة، وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي، ثم بني قريظة وفيهما اللي هي الأحزاب وغزو بني قريظة، فيهما خلف، فيهما خلاف بين أهل العلم في تحديد ميعاد وقت الغزو، وفي ذات الرقاع علما، يعني في غزوة ذات الرقاع علم النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم، قيل ورجمه اليهوديين، ومولد السبط الرضا الحسين، وكان في الخامسة اسمع وثقي. هيبدأ يتكلم على إيه؟ في السنة الخامسة، هو عندك يعني مقسمها، فأنت في الثانية حط كده بالقلم الفسفوري، وبالقلم وفي الثالثة حط، هتلاقي من الثانية للثالثة دي الأحداث اللي حصلت في يعني أنت عندك، أنا عندي معمولة بالقلم الأحمر، شوف بلون أحمر ليه؟ لأنه من أول ما هيبدأ يتكلم هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب، كل ده بقى هيبدأ يتكلم على الأحداث اللي حصلت فين؟ في السنة الثانية، ثم يدخل في إيه؟ في الثالثة، والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم،
ويبدأ يتكلم في الثالثة والرابعة يتكلمنا فيها هو، هيبدأ دلوقتي بقى في الايه في الخامسة. وكان في الخامسة اسمع وثقي، الإفك في غزو بني المصطلق، ودومة الجندل قبل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل، وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيان بدء السادسة. هيبدأ يعمل ايه؟ يتكلم في السنة السادسة. وبعده استسقاؤه وذو قرد، وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان أول، وبنى فيها بريحانة هذا بينا، هذا بينا فيها بريحانة هذا بينا، هي بينا وبينا تمشي. وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة. تمام، قرأنا الحد 73 اللي هو يعتبر نص صفحة 14، الصفحة اللي معك اللي هي نص الأبيات اللي سهلة، واحدة واحدة بس، اقرأ البيت مرة واثنين وثلاثة إن شاء الله يسيرا بإذن الله. طيب احنا وقفنا عند المبحث السادس في هذا الفصل أو الباب الخامس، مش كده، اللي هو فقه السيرة في غزوة الأحزاب. تمام ولا مش تمام؟ طيب برضو خلنا كعادة المصنف، هو في غزوة الأحزاب نقل كثير من كلام من السيرة ومن كلام الشامي في سبل الهدى والرشاد ونحو ذلك، ونقل الأحاديث المصنف حفظه الله ليبين أحداث وما الأحداث التي كانت في هذه الغزوة وما وقع فيها من الوقائع والمحنة التي لقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. سميت هذه الغزوة بغزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب لماذا؟ لأن المشركين قد تحزبوا وتمالؤوا واجتمعوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المؤمنين، فخرجت قريش وغطفان وبني سليم، وخرج من اليهود من خرج، كل هؤلاء يعني في حلف ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. وسميت بغزوة الخندق لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني أمر بحفر الخندق بمشورة سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في منتصف الصفحة قال ابن إسحاق: كانت غزوة الخندق في شوال سنة 5 من الهجرة. قال ابن إسحاق: كانت غزوة الخندق في شوال سنة 5 من الهجرة. وذهب البخاري في ترجمته إلى أنها كانت في السنة الرابعة، وانتصر ابن حجر رحمه الله إلى القول بأنها في السنة الخامسة، فاختلف العلماء، لكن هذا هو الراجح إن شاء الله أنها كانت في السنة الخامسة من الهجرة، وأظن نحن أشرنا إلى هذا الخلاف قبل ذلك. لكن يقول ابن إسحاق: وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير وصاروا إلى خيبر. طبعا المصنف لم يذكر لك غزوة بني النضير، لكن ذكر لك في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صفحة 350. اكتب انت عندك كده اشاره في الهامش كده، اكتب راجع صفحه 350، لان هو لما المصنف لما ذكر لك اول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ذكر ايه بناء المسجد والمؤاخاه بين المهاجرين والانصار، وذكر لك ايه ايوه المعاهده مع اليهود، وذكر لك بنو قينقاع وبنو النضير، واخر بنو قريظه قال لان هيجي فيها الغزوه هيذكرها. فذكر المصنف هنالك سبب اجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير، وذكر كما قال اهل العلم قصه المراه المسلمه التي ذهبت الى سوق الى السوق تشتري، وذكر هذه القصه، وذكر قصه اخرى في سبب الاجلاء، ارجع اليها في الصفحه التي اشرت لك. طيب، وصاروا إلى خيبر. قال: لما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير وصاروا إلى خيبر. معلوم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير عملوا إيه؟ ذهبت منهم جماعات إلى الشام، وذهبت منهم جماعات إلى خيبر، ودخلوا مع خيبر في المكان الذي كانوا فيه، وجماعات أخرى كثيرة ذهبت إلى الشام. قال المصنف: فخرج حيي بن أخطب وكنانة ابن أبي الحقيق وهوذة ابن قيس الوائلي. حاول تضبط معي الأسماء دي: كنانة ابن أبي الحقيق وهوذة ابن قيس الوائلي وأبو عامر الفاسق، في جماعة، كل هؤلاء خرجوا في جماعة سواهم إلى مكة. ماذا فعلوا؟ قالوا: فدعوا قريشا وأتباعهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حزبوا الأحزاب. يعني هؤلاء هم الذين سعوا للحرب،
حرب المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا لقريش: نحن معكم حتى نستأصل محمدا صلى الله عليه وسلم، جئنا نحالفكم على عداوته وقتاله. ونشطت قريش لذلك وفرحت به، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا كذلك إلى بني سليم فوعدوهم المسير معهم إذا خرجت قريش. خرج أبو سفيان بقريش ومن اتبعه من قبائل العرب، وخرجت بني سليم بقيادة سفيان بن عبد شمس، وخرجت غطفان بقيادة عيينة بن حصن، صحيح؟ وخرجت غطفان بقيادة عيينة ابن حصن. عيينة ابن حصن اسمه حذيفة، وسمي عيينة لأنه كان جفنه كان في جفنه كان يعني منقلب، جفنه كان يعني منقلبا، فسمي عيينة ابن حصن، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني عن عيينة ابن حصن الأحمق المطاع. وبنو مرة بقيادة الحارث بن عوف، وأشجع بقيادة مسعر ابن رخيلة. مسعر ابن رخيلة، ضبط الأسماء هذا مهم جدا. وتجمع بهذا جمع عظيم. طبعا المصنف كما قلت لكم كثير من أهل السيرة من أصحاب السيرة في كتبهم لا يعمدون نصا إلى سيرة ابن هشام أو إلى ما ذكره الشامي في سبل الهدى والرشاد أو ما ذكره ابن كثير مثلا وينقلونه نصا، وإنما يحكون الأحداث، ينقلون بعض النقول من كتب المتقدمين، لكن بسياق، يعني يجعل سياق ويجعل فيه مقاطع منه، لكن المصنف يعمد إلى هذه فيذكرها نصا، فهذا قد يصعب على بعض إخواننا بعض الشيء، لذلك نحن يعني نقرأ ونفصل. وتجمع بهذا جمع عظيم متجه إلى المدينة. ذكر أهل السير أن عدتهم 10,000 رجل، 10,000 رجل، والجميع بقيادة أبي سفيان. لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر هذه الجموع شاورهم في الأمر، فأشار سلمان الفارسي بالخندق فأعجبهم ذلك وأحبوا الثبات في المدينة. طبعا سلمان كان من فارس، فقال: يا رسول الله، إن كنا إذا حصرنا خندقنا على أنفسنا. فهذه كانت حيلة أو صنيعة معروفة في بلاد فارس لم تكن معروفة في بلاد العرب، فأشار بها سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسنها هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، ففعلوا هذا وخندقوا على أنفسهم. فعمل الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ الخندق، وندب الناس وجعل المسلمون يعملون مستعجلين مبادرين قدوم العدو عليه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مكان الخندق وخط في الأرض خطا، وقاس النبي صلى الله عليه وسلم المسافة وقسم هذه المسافة على أصحابه، قال يعني كل 10 يحفرون 40 ذراعا، كل 10 يأخذون هكذا. فكان الصحابة يعملون ويعملون ويتعبون، حتى إن كما ذكر لك المصنف كان الخندق بطول القامة، وكان في أول صفحة 491، وكان المهاجرون والأنصار ينقلون على رؤوسهم المكاتل، المكاتل يعني زي القفة كده، ينقلون على رؤوسهم المكاتل، وكانوا إذا رجعوا بالمكاتل جعلوا فيها الحجارة يأتون بها من قبل سلع، وسلع جبل معروف في المدينة سلع، وكانوا يجعلون التراب مما يلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحفرون الخندق والتراب اللي طالع يعملوا فيه إيه، يجعلونه يعني كأنهم سوف يحتمون به، مش كده، عشان يعلوا الإيه ساتر لهم. واضح الصورة؟ طيب. وتكلم المصنف على هذا، وذكر يعني لطيفة أو شيء جميل جدا: كان من فرغ من حصته عاد إلى غيره فأعانه حتى كمل الخندق. ما كانش اللي خلص بقول أنا خلصت، طب أنا رايح بقى، رايح شوية نملي ساعتين ولا بتاع. شوف الروح اللي كانت عند الصحابة رضي الله عنهم. وكان من فرغ من حصته، أنتم متابعين معايا المكان فين؟ في آخر الفقرة الأولى. وكان من فرغ من حصته عاد إلى غيره فأعانه حتى كمل الخندق. ولم يتأخر عن العمل في الخندق أحد من المسلمين. وكان أبو بكر وعمر زي ما بيقولوا كده إيه يعني مع بعضهم البعض، رجلهم يعني في رجل بعض كما يقولون. طبعا هذا شرف عظيم وصحبة لم يشهد التاريخ مثله، إنهم كانوا مع بعض ينقلان التراب في ثيابهما إذ لم يجدا مكاتل من العجلة من السرعة، وكان لا يفترقان في عمل ولا مسير ولا منزل، رضي الله عن الشيخين أبي بكر وعمر. وعن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا. هي في رواية البخاري على أكتادنا، أكتادنا جمع كتد وهو ما بين الكاهل إلى الظهر، أكتادنا بالدال
أكتادنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. طبعا المشهور الرواية التي كثرت: فاغفر للأنصار والمهاجرة، لكن هذه أيضا وردت في البخاري، يعني رواية سهل بن سعد هكذا: فاغفر للمهاجرين والأنصار. طيب، من الأشياء اللطيفة جدا وانت بتراجع هذه الروايات في صحيح البخاري في 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 في, في غزوة الخندق، انه انس رضي الله عنه هو بيحكي، طبعا حكى سهل بن سعد وحكى انس وحكى جابر ما كان في الخندق رضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى التعب والنصب الذي كان فيه الصحابة، يعني كانوا في حر شديد جدا، وكانوا بل كانوا في برد شديد كما قال الرواة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى برد وجوع وتعب ومشقة، أشغال شقة، تخيل بيحفرهم وصخر ويشيلهم وبعدين يروحوا بعيد يرموا المكاتل وبعدين يرجعوا تاني بالمكاتل مليانة حجارة عشان يحطوها في الخندق حتى تتعثر الخيول أو المشاة إذا أرادوا أن يعبروا الخندق، ففي تعب وفي مجاعة كما سيأتيك من فعل جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء آخر ذكره أنس لطيف جميل جدا، أنه يقول لك أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا فقراء، فلم يكن عندهم عبيد يستعملونهم في هذا، يعني شوف قريش لما أرادت أن تخرج، قريش خرجت بأحابيشهم، خرجوا في غزوة الخندق بأحابيشهم، وأبو لهب لو تذكرون في غزوة بدر عمل إيه؟ كان له مال عند رجل من الناس، فقال له يعني أحط عنك المال خلاص دينك راح وتخرج مكاني، يعني من اليسر عندهم مال وعندهم عبيد وعندهم، فبيعرفوا يتصرفوا، فهم كثرة مش بأنفسهم ولكن بمن يخرجون إيه معهم. الصحابة ما كانوش كده، الواحد فيهم كان يشتغل بنفسه أو بنفسه، كان الواحد منهم يعمل بنفسه ويحمل على عاتقه ويتعب. صليت ركعتين؟ طيب قم فاركع ركعتين. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الجمعة، مين؟ سليك الغطفاني، مش كده؟ وهو يخطب على المنبر، فقال: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. فالإنسان إذا دخل المسجد صلى ركعتين تحية المسجد. اختلف العلماء في بين الوجوب والاستحباب، لكن يعني إذا دخل الإنسان المسجد فيصلي. طيب، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن يوم الخندق نحفر فعرضت لنا كدية شديدة، كدية يعني صخرة، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه صخرة من شدة الجوع، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصخرة فعادت كثيبا أهيل، كثيبا يعني إيه؟ رمل، أهيل يعني كأنه صار يعني تفتت، فصار كالرمل. فقلت: يا رسول الله، إذن لي إلى البيت. جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه آذاه ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع وربط النبي صلى الله عليه وسلم للحجر على بطنه، قال: فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق، فذبحت العناق وطحنت الشعير. عندي شعير وعناق، العناق اللي هي الأنثى من المعز، الأنثى من المعز. قال جابر أو قال: فذبحت العناق وطحنت الشعير، يعني هو قام فذبح العناق وهي عملت إيه؟ طحنت الشعير. حتى جعلنا اللحم في البرمة، على البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، يعني العجين انكسر يعني عملت فيه الخميرة، فصار إيه؟ فصار لينا رطبا. والبرمة بين الأسافي الأحجار اللي بيحطوها عشان تسند الإيه؟ القدر، ثلاثة كده، ثلاث أحجار، ويجعلوا النار من تحتها، واضح؟ قد كادت أن تنضج، فقلت، يعني ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: تعيم لي. تعيم تصغير إيه؟ تصغير طعام. هو بيعمل إيه؟ بيبالغ في التحقير والتصغير، يعني هو بيقول يعني أنا عندي حاجة
حاجة صغيرة جدا، يعني شيء يعني كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يليق بك يا رسول الله. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، واحد أو اثنين، يعني هو الطعام ما يكفيش أكتر من كده. طبعا أنتم عارفين الحديث، معظمكم عارف الحديث، لما ذهب إلى امرأتي وقالت بك وبك، لكن هذه رواية أخرى. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، قال كم هو هذا الطعام؟ فذكرت له، فقال كثير طيب. قال صلى الله عليه وسلم قل لها لا تنزع البرمة، لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي، يعني ما تطلعش اللحم من الإناء ولا تطلع الخبز من الفرن حتى آتي. فقال قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك؟ قلت نعم. وكأنها قد اطمأنت، ويعني اكتفى بذكر هذا في الحديث لأنه ظاهر. فقال ادخلوا ولا تضغطوا، يعني لا تزدحموا في الناس جوعة، في مجاعة، وعارفين ان هم رايحين لفين، في طعام طبعا المسألة صعبة جدا. فقال ادخلوا ولا تضغطوا. فجعل يعني صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور، يعني يجعل على البرمة والتنور الإناء بتاع ده، يعني يجعل عليهما شيء يسترهما، يخمر يعني من التخمير يعني التغطية، يخمر البرمة والتنور يعني يجعل عليهما شيء يسترهما، يعني هو بياخد كأنه بياخد ومحدش شايف ايه اللي جوه، ايه اللي بيحصل، الخبز ما بينقصش ليه، اللحم ما بينقصش ليه، لا أحد يعني يرى هذا. ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه، ثم ينزل، هي في رواية ينزع، ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال كلي هذا وأهدي، يقول لمين؟ لامرأة جابر، كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. في رواية للبخاري ورد أن عددهم كان ألفا، أن عددهم ألف. قال ابن حجر رحمه الله وجاء بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب قال لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وروى الرواية الأخرى اللي هي لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة فانفلقت ثلث الصخرة، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله، فقطع بقية الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. صلى الله على نبينا محمد، وهذا علم من أعلام النبوة. ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما كان في يوم الأحزاب من الرجز الذي قاله ابن رواحة، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يردده، اللهم لولا، أو والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد صوته بآخرها كأنه يقول والله لولا أنت ما اهتدينا، كأنه يمد صوته في آخرها، ولا تصدقنا ولا صلينا، يمد النبي صلى الله عليه وسلم صوته. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وصورت آيات سورة الأحزاب أحوال المنافقين وأساليبهم في التهرب من الاشتراك في حفر الخندق. في سورة الإيه؟ الأحزاب حكى يعني في السياق القرآني حكى الله تبارك وتعالى ما كان، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قالوا مقالات كثيرة جدا حكاها القرآن في سورة الأحزاب، وأيضا في سورة النور قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، كانوا يتسللون ولا يشاركون في حفر الخندق ويتهربون من هذا. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل الخندق استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ووضع النساء والأطفال في الأطم، والأطم جمع الأطم أطم جمع الأطم جمع إيه؟ أطم جمع إيه؟ لا أطام جمع الأطام، فأوفى رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة، ده كان في غزوة أحد، طب نرجعها، لا
لما كان في رحلة الهجرة. أيوة. طيب الأطم اللي هي إيه؟ الحصون. لا الحصون. ونزل صلى الله عليه وسلم أمام سلع فجعله خلف ظهره والخندق أمامه، وأقبلت قريش حتى نزلت بمجمع الأسيال من رومة في أحابيشها، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمة إلى جانب أحد. ذنب نقمة ده مكان فين؟ هو بجانب أحد. ثم ذكر المصنف بعد ذلك نقد بني قريظة للعهد. خرج عدو الله حيير بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة، وكان قد وادعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وعاهده، فلما سمع بمجيء حيير بن أخطب أغلق الباب دونه، وجعل حيير بن أخطب يعني يطرق عليه الباب يقول له ويحك افتح لي، فيقول إنك امرؤ مشؤوم اذهب عني، فيقول له قد جئتك بعز الدنيا وجئتك بكذا، قال بل جئتني بذل الدنيا، والله ما رأيت من محمد إلا خيرا ووفاء، اذهب عني. فلا يزال به يعني يطرق عليه الباب والرجل يرده يقول له إنك امرؤ مشؤوم يعني اذهب عني. فقال له متحيلا احتال عليه وقال له إنك تأكل طعام وتخاف أن يعني أن أكل معك في وطبعا العرب كانوا يعني هذا شيء يؤذيه، فيعني أثار حفيظته، فماذا فعل؟ فتح له، ويا ليته يعني ما فعل. يعني هذا قدر الله سبحانه وتعالى، لكن يعني بشؤم هذه الصحبة وشؤم هذه المعرفة معرفة السوء، وبشؤم أيضا الأخلاق التي كان عليها اليهود. لكن هو في بداية الأمر كان إيه؟ كان يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم يعني قد عاهدناه ولم نر منه إلا الوفاء ونحو ذلك، وإن الذي تفعلونه هذا. قال جئتك بالعرب قاطبة وكذا وكذا وكذا، وجعل حتى بعد ما فتح له وهو يقول له ما رأيت من محمد، فلم يزل به حتى يعني روج له هذه الفكرة ونقض العهد وجعل يعني يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ونحو ذلك. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. والمهم في هذا أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلهم قال لهم إن كان حقا فالحانوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس. يقال فط في عضده إذا أوهنه وأضعفه، ولا تفتوا يعني إن كان في شيء يعني إن كان هذا حدث فعلا فلا تنشروه بين الناس، الحانوا لي نحلا يعني قولوا لي قولا غير بدون تصريح قولا أعرفه، وإن كانوا على الوفاء فأخبروا الناس فاجهروا به للناس. فذهبوا، ذهب سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومن أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوهم قد نقضوا العهد. فكان مكان من سعد بن معاذ أنه تغيظ عليهم وجعلوا يتسبون، يسبهم سعد بن معاذ وهم يسبونه، فأخذ بيده سعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال يا سعد، يقول لسعد بن معاذ يعني دعك فالأمر يعني أكبر وأعلى من التساب والتشاتم ونحو ذلك. فأخذ بيده ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة كما عندك عضل والقار. تعرفون في قصة الرجيع، في قصة أصحاب الرجيع لما غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة، فكأنه يريد أن يعني يكنون بهذا عن الغدر الذي حصل بأصحاب الرجيع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر المؤمنين بنصر الله تعالى وعونه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يروعه هذا، وإنما كان يزداد اطمئنانا كلما نقض اليهود العهد وتألب الأحزاب والمشركون على الرسول صلى الله عليه وسلم كان واثقا بنصر الله وموعوده له، وكلما اشتدت حلقات الأزمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين كلما أيقن النبي صلى الله عليه وسلم بقرب الفرج اشتد الخوف وعظم البلاء وخيف على الذرار والنساء، وكانوا كما قال الله تبارك وتعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ونجم النفاق من بعض المنافقين. عندك في الفقرة الثانية فقال بعضهم كان محمد يعدنا، هذا أحد المنافقين، وسماه ابن هشام في السيرة قال هو معتب بن قشي أخو بني عمرو بن عوف. كان محمد يقول هذا المنافق كان محمد يعدنا أن نأخذ كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. ليه؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يتعاقبون على الخندق ويخشون أن يقفز أحد من المشركين ويعبر الخندق ويتتابعون ويهجمون على المسلمين.
لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم نقد بني قريظة العهد، أرسل إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف وهما قائدا غطفان، وأراد مصالحتهم. وصار الأمر على هذا، على المصالحة، لدرجة أن هم أبرموا وثيقة وكتبوا فيها هذا الصلح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يتم هذا الصلح إلا أن يستشير أصحابه، فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الإيه؟ الخزرج رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم السعدين، ماذا قال؟ لم ينقل المصنف ما قاله سعد، لكنه ذكر الفوائد منه، ذكره مختصرا. قال سعد: يا رسول الله، أمر تحبه فنصنعه أم شيئا أنزل الله لا بد من العمل؟ يعني شيئا تحبه يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، خلاص شيء تحبه يا رسول الله لا بد لنا أن نعمل أو نصنعه أو نمتثل له، أم شيئا أنزل الله عليك، يعني هو الوحي فلا بد أيضا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم. طبعا أنا ذكرت إنه هذه المصالحة كانت على إيه؟ على ثلث ثمار المدينة ويرجعه، يعني كانت مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم مع عيينة بن حصن والحارث بن عوف على أن ترجع غطفان. طبعا رجوع غطفان كان سيفت في عضد الإيه؟ المشركين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالحهم على ثلث ثمار المدينة، يعطيهم ثلث ثمار المدينة ويرجعه، يعني بيحاول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكف الشر ويفت في عضد هؤلاء بشيء من المال يعطيه لهم. فقال سعد بن معاذ في غاية العزة والاستعلاء حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتثبت، يعني يتكلم ولا لا يتكلم، فهو يريد أن يعرف هل هذا وحي من الله أم شيء يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لا يحب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل شيء أصنعه لكم. قال سعد بن معاذ: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء، انظر إلى العزة والاستعلاء بالدين وبالإيمان. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن هؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا من ثمر منا ثمرة إلا قرا أو بيعا. قرا يعني إيه؟ ها؟ ضيافة، إلا أن يأتون أضياف فنعطيهم من هذا التمر، القرا قرا الضيف يعني، إلا قرا أو بيعا. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك. فتناول سعد الصحيفة اللي كان عقدها النبي صلى الله عليه وسلم فمحى ما فيها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وعدوهم يحاصرهم، وظلت هناك مناوشات بين المشركين. يقول المصنف صفحة 496: وتراشقهم معهم بالنبل دون انقطاع طيلة مدة الحصار، حتى إنهم شغلوا المسلمين يوما عن أداء صلاة العصر، وفشلت محاولات المشركين في اقتحام الخندق، وقتل من اقتحمه مثل عمرو بن إيه؟ ابن عبد ود، عمرو ابن عبد ود الذي قتله علي بن أبي طالب. عمرو بن عبد ود جاء في نفر من المشركين وأراد أن يعني دخل وقال: هل من مبارز، أو هل من يبارزني، هل من يبارز؟ فمن الذي قام له؟ علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما قال من يبارز، خرج له علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: يا عمرو، إنك قد عاهدت الله أنه إذا جاءك رجل من قريش ودعاك إلى إحدى خصلتين أن تجيبه. قال: نعم. قال: أنا أدعوك إلى الإسلام وإلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وإلى اتباع الهدى والحق. وجعل يدعوه إلى الإسلام. قال: ما لي بذلك من حاجة؟ قال: فأنا أدعوك إلى المبارزة. قال: ولما يا ابن أخي؟ أنا لا أريد أن أقتلك. قال: أنا والله أريد أن أقتلك. فقام علي بن أبي طالب فيعني بارزه. طبعا الرجل قال له: تريد أن تقتلني؟ فعقر الفرس وقفز وأراد أن يعني يقتل علي، لكن كيف له بعلي وأن له بعلي، يعني أسد من أسود الله عز وجل. فقام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عليه فإليه أصدي
قتله، أجهز عليه وقتله. هذه من بطولات الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومواقفهم الرائعة. واستشهد من المسلمين 6، منهم سعد بن معاذ، استمر الحصار لمدة 24 ليلة. طيب حنقف هنا وقفة كده، استشهد من المسلمين 6، وكأن المصنف يقول إن سعد بن معاذ مات فين؟ في غزوة الخندق أو الأحزاب. ممكن في ورقة أو في ورقتين تكتب سيرة سعد بن معاذ مختصرة من كتاب إيه؟ لا، صفة الصف، وكفاية صفة الصف، صفة الصف، أي كتاب مختصر. أنا يعني بقترح، لكن المهم أن أنت هتذكر. طبعا إحنا ذكرنا هذا، إحنا كنا طلبنا قبل كده مصعب بن عمير، مش كده، سفير الإسلام. وطبعا في قصة مصعب بن عمير أنتم ذكرتم أنه أسلم على يديه، وذكرتوا قصة إسلام سعد بن معاذ، فيكفي عن الإعادة. تكتب فقط أنه أسلم على يد مصعب بن عمير، لكن فيها فوائد. نعم، خليك في كتب في كتب السلف، كتب المتقدمين، هتجد هذا في صفة الصفوة. وإن شئت أن ترجع إلى سير أعلام النبلاء، أو ترجع حتى إلى ارجع إلى الرحيق المختوم إن شئت. المهم إن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يستشهد في غزوة، لعل المصنف يعني هو هذا ليس استدراكا وإلما توضيحا، هو يعني المصنف يقول إنه استشهد في هذه الغزوة بناء على أنه أصيب، لأن كان في تراشق بالنبل، فإيه اللي حصل؟ أصيب في الأكحل، في عرق في ذراعه، فنزف نزفا شديدا، وقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني، وإن كنت يعني وضعت الحرب بيننا وبين قريش فأقبضني إليك شهيدا، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه، وهزم الله تبارك وتعالى الأحزاب وانصرفوا، وأبقى الله تبارك وتعالى سعدا للحكم في بني قريظة. لم يذكر المصنف هذا لا في هذه الغزوة ولا في غزوة بني قريظة التي سوف تأتي بعد هذه الغزوة. لذلك احتجنا أن يعني نجعل ورقة أو ورقتين نكتب فيهما سيرة سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أخوانا يعني الذي اهتز له عرش الرحمن، عمره في الإسلام كم سنة؟ 6 سنين. 6 سنين. هو أسلم إمتى؟ ها أسلم إمتى؟ لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب إلى، وكان ده قبل الهجرة بإيه؟ بسنة. وغزوة دي كانت في سنة كام؟ في السنة الخامسة. يبقى سنة وخمس سنين، يبقى كام؟ 6 سنين. 6 سنين عمر سعد بن معاذ في الإسلام، ويهتز له عرش الرحمن. سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه من سادات الصحابة ومن أكابر الصحابة. وأنت إذا رجعت إلى سيرة سعد بن معاذ وهذا الكلام الذي قرأناه على لسان سعد، وهذه المواقف التي وقفها سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، تنبئك عن هذا العلم وهذا النجم وهذه القامة من القامات يعني التي ربها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه. صفحة أو صفحتين فقط تكتب فيها سيرة سعد بن معاذ باختصار. شئت أن ترجع إلى سير أعلام النبلاء، إلى صفة الصفوة، إلى حلية الأولياء، إلى حتى لو اخترت من الكتب المعاصرة، فيكون الكتاب بيرجع إلى كتب المتقدمين. ماشي يا أخوانا؟ لكن باختصار. طيب، كفى الله تبارك وتعالى المؤمنين القتال، وهيأ الله تبارك وتعالى وسيلتين، أولهما جهود نعيم ابن مسعود الذي أسلم دون أن يشعر قومه بذلك. سعى نعيم ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه بإذن الرسول إلى التفريق بين اليهود وبين المشركين، فذهب إلى اليهود وقال: إيه المشركين سوف إن المشركين سوف يتركوكم، وسوف يعني يفروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوكم، وحينما يعلم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا سوف يعني يجهز عليكم، فخذوا منهم إيه رهائن حتى إذا ذهبوا يكون عندكم رهائن منهم، فإيه يعني تكون يعني لكم عليهم شيء تستطيعون به أن يعني تمسكونهم. وذهب إلى المشركين وقال لهم: إيه اليهود سوف يطلبون منكم رهائن حتى يذهبوا، إن المشركين سوف، أنا قلت إيه؟ طيب، إن المشركين سوف يعني يطلبون منكم إيه رهائن يذهبون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يكفروا عن نقضهم للعهد معه ونحو ذلك ويستسمحونه.
واضح الصورة؟ أما الوسيلة الثانية فهي الريح الشديدة، وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. قال الله تبارك وتعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. لم تترك هذه الريح شيئا من خيام المشركين إلا اقتلعته، ولا قدرا إلا أكفأته، ولا نارا إلا أطفأتها، وكانت الهزيمة، وفر المشركون جميعا عن المدينة ورجعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. فكانت هذه المعركة تحول، نقطة تحول ونقطة فاصلة في الحرب مع المشركين. ولذلك أنت بتلمح ده في تلمح هذا في دعاء سعد: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني. والله عز وجل يعني قبض سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه لم يبق شيء من حرب إيه؟ من حرب قريش. اللهم إن كنت أبقيت، لأنه ما من قوم أبغض عندي، يقول سعد، ما من قوم أبغض عندي من قوم أخرجوا نبيهم وجعل يذكر من صفاتهم السيئة، آذوا نبيهم ويعني حاربوه وأخرجوه إلى غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. فكانت هذه المعركة يعني فاصلة في التاريخ الإسلامي وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الفوائد الدعوية من هذه الغزوة: الأولى، لقد خرج قادة اليهود من خيبر إلى مكة وإلى المشركين من قبائل العرب، والتقوا جميعا على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمع اختلاف أديانهم وعقائدهم، إلا أن حرب الإسلام والمعاداة لهذا الدين جمعتهم. فالكفر ملة واحدة، وكلهم أعداء لهذا الدين لا يألون جهدا في محاربته ومعاداته. واضح جدا في كل زمان ومكان أن القوم إذا اجتمعوا يجتمعون، ولو كانت بينهم البغضاء والشحناء وعدم التآلف ونحو ذلك، إلا أنهم إذا اجتمعوا على حرب الإسلام والمسلمين تجد القوم في غاية ما يكون من التآلف والتناصر، تجد المنافقين مع المشركين مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجتمعون على حرب المسلمين، تجمعهم هذا الشيء هو الذي يجمعهم، وإلا فالعداوة ظاهرة بينهم ويعني لا يلتقون أبدا. الثانية، لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر الأحزاب شاور أصحابه، ولم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد مر معنا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد شيئا أو أراد يعني أن يعني يفعل شيئا استشار أصحابه من هذه الأشياء، من الحرب أو الخروج لملاقاة المشركين، كما كان في أحد وكما كان في كثير مما مر معنا. هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به من بعده صلى الله عليه وسلم، وليستخرج منهم الرأي، لأن الصحابة دايما وفي كل مجتمع تجد الأفهام مختلفة، الخبرات مختلفة، المشارب مختلفة، فقد يشير هذا برأي وهذا برأي وهذا برأي، وتجتمع الآراء الحسنة، فيأخذ القائد من هذه الآراء يعني ما يكون فيه الخير والأنسب لهم في هذه الحال التي يتشاورون فيه. واضح جدا أن سلمان أشار بشيء لم يكن معهودا ومعروفا عند العرب. طيب، خلصنا من هذه الفائدة الثانية إلى أهمية الشورى بين المسلمين، خاصة للقائد أو الإمام أو نحو ذلك، أن يرجع إلى أهل الرأي والمشورة، أهل الحل والعقد، يتشاورون في الملمات والمهمات والأشياء التي النوازل التي تنزل على المسلمين. الثالثة، من قصة حفر الخندق نأخذ الاستفادة مما لدى الغير، مما لا يتعارض مع ديننا. فقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم فكرة حفر الخندق من سلمان الفارسي رضي الله عنه، الذي نقلها عن الفرس، حيث قال: كنا إذا خفنا الخيل خندقنا حول أنفسنا، أو كنا إذا حصرنا خندقنا على أنفسنا. فالاستفادة مما لدى الغير مطلوبة، بشرط ألا يقبل المسلم شيئا يتعارض مع مبادئ دينه. يعني ليس الأخذ هكذا كما يقولون عاطل مع باطل، يعني يؤخذ كل شيء كما يعني قال، يعني من قال يعني عليه الخيبة، لقد يقول: لقد عزمنا أن نأخذ كل شيء مما عند الغرب، حتى النجاسات التي في بطونهم أو نحو هذا. نسأل الله السلامة والعافية. الانبهار بما عليه الغرب من الحضارة والتمدن والرقي ونحو ذلك، كثير ممن افتتن بهذه الحضارة يعني يريد أن يأخذ كل شيء، حتى النجاسات التي هم عليها يعني تطيب له أن يأخذها. الإسلام لم يرشد
الناس، لم يرشد المسلمين إلى هذا، وإنما أن تأخذ ما عندهم من خير، هذا شيء جيد، أن تأخذ ما عندهم من تطور، تقدم في طب، في هندسة، في عمران، في فلك، حتى في وسائل تعليم أو في أشياء مما لا تصادم مع الشرع عندنا، لأن في أشياء كثيرة في هذه العلوم لا تتصادم مع الشرع. كثير منا من أبناء، يعني من أبناء المسلمين، من يخرج ويتعلم العلوم، يتعلم الحساب في كليات التجارة، ويتعلم الطب، ويتعلم غير ذلك من الفنون، يتعلمه الناس وينتفع به المسلمون، أليس كذلك؟ لكن بدون أن ننبهر بهذه الحضارة، وأن نقول هذا شيء يعني يصل بك الانبهار، أن تفتن فتأخذ كل شيء، تأخذ الحسن والقبيح، وتأخذ يعني حتى الأشياء التي تخالف الدين والشرع، فعندهم من هذا الأشياء الكثيرة التي تخالف الشرع والدين. في قصة حفر الخندق نستفيد هذا، أننا نأخذ ما وصل إليه القوم من تقدم، من أفكار حسنة، من نحو ذلك، بدون أن ننقل عنهم الأشياء السيئة التي هم عليه. الرابعة، مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه مع أصحابه في حفر الخندق، فقد كان ينقل التراب معهم، وبهذا فعل الداعية. استنبط المصنف من هذا فائدة لطيفة جدا، إنه الداعية لابد أن يبدأ بنفسه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني مر معنا سابقا في غزوة بدر، لما أشار عليه سعد بن معاذ وقال إيه، قال نصنع لك عريشا يا رسول الله، إن خلفنا أقوام لم يخرجوا معنا من أصحابنا، لأنهم لم يكونوا على علم إنه سيكون قتال، وإنما خرجنا لطلب العير ونحو ذلك. وافق النبي صلى الله عليه وسلم وصنعوا له العريش، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو ونحو ذلك. هل جلس النبي صلى الله عليه وسلم في العريش وترك أصحابه هكذا يقاتلون؟ لا، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل مع أصحابه، ويعني حارب معهم كما يحاربون، برغم النبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذه الفكرة وجلس في العريش الذي صنع له يعني فترة، إلا أنه شارك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي لكل قائد ولكل داعية أن يكون أول من يشارك. إذا دعيت إلى خصلة حسنة حتى وإن لم تكن يعني أنت لك في هذا الباب، لكن إذا دعوت إلى خير فابدأ بنفسك وخاطب نفسك بهذا، قل لماذا لا أكون أول من يعمل بهذا الخير، لماذا لا أكون يعني أول من يبادر إلى هذا الخير، يعني أأمر الناس بشيء ويعني أتنكب عنه ولا أفعله، أنهى الناس عن شيء ثم أكون أول من يفعله، يعني حاشا وكلا. وإذا فعلت هذا عذرت، إذا فعلت هذا كنت من المعذورين. ولذلك المصنف يستشهد بالآية، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أهل التفسير هنا يتكلمون عن هذه الآية ويقولون ليس معنى هذا أن الإنسان يكف عن أمر الناس بالبر لأنه لا يفعل البر، لا، ليس هذا مفهوما من الآية مطلقا، وإنما هي كأنها ثلاث درجات أو ثلاث مراحل، أعلى مرحلة أو أعلى درجة منها إنك تأمر بالبر وتفعله. طب الدرجة الثانية اللي أقل منها، يعني إنك تكون موافق القول موافق العمل، إنك تكون بتفعل شيء وتأمر به. طب والشيء الثاني، إنك لما تأمر بشيء حتى لو ما كنتش بتفعله تبادر فتفعله، تكون أول من يبادر في فعله. يعني أنت تأمر بسنة أن تفعل، أنت تأمر بمعروف أن يفعل، أو تنهى عن منكر، أتنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. فالإنسان إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر بادر، فكان أول الفاعلين لهذا المعروف، وكان أول المنتهين عن هذا المنكر. المرحلة الثالثة هي هذه، إن يؤمر بالمعروف وينسى نفسه، ينهى عن منكر وينسى نفسه، فلا يفعل المعروف ولا ينتهي عن عن المنكر. وضحت الصورة؟ ليس في هذه الآية إشارة إلى أن الإنسان إذا كان لا يفعل الشيء لا يأمر به، لا، أنت مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وإن لم تكن تفعله، لكن إذا أمرت به فهنا الامتحان، إذا أمرت بهذا المعروف فهنا الامتحان، بادر فافعل. لأنه إذا لم تأمر، العلماء يقولون، ورجع هذا في كلام أهل التفسير، يقولون أنت إذا رأيت منكرا أو رأيت رجلا يعني يتهاون في فعل معروف أو نحو ذلك فتركته، تركت الأمر بالمعروف حتى لما ترى من نفسك إنك لا تفعله، فتقول أنا أين أنا من هذا، فتترك هذا. طيب أنت مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنت وقعت في الحرج مرتين، أنك لم تفعل وأنك لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولذلك كما يقولون حق على شاريب الكؤوس أن يتناصحوا فيما بينه،
لكن يعني إذا كانوا شاربي كؤوس أعاذنا الله عز وجل وإياكم، أو إذا كانوا يفعلون المنكر وتناصحوا فيما بينهم، فحق عليهم أيضا أن يبادروا بترك هذا المنكر. وضحت الصورة أخوانا ولا ما وضحت؟ طيب، الخامسة في هذه الغزوة وقد أقبلت الجيوش، وهذه الفائدة الخامسة هامة جدا، هامة جدا. إيه هي؟ يقول المصنف، يقول في هذه الغزوة وقد أقبلت جيوش الأحزاب من كل جهة، وبدأ المسلمون يحفرون الخندق يطوقون به المدينة كي لا يدخلها العدو. يأتي الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وينزل في الخندق ليكسر صخرة اعترضت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، أعطيت مفاتيح فارس، أعطيت مفاتيح اليمن، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. يثبت النبي صلى الله عليه وسلم القلوب الوجلة، أي وعد للمؤمنين بعد هذا الوعد الصادق، أي وعد للمؤمنين بعد هذا الوعد الصادق من المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني يقول إن هم محاصرين، وشوف مقالة المنافقين، يعني أحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب ليقضي حاجته، أن يذهب إلى الغائط، يقول هذا الرجل المنافق، ومحمد صلى الله عليه وسلم فديناه بأبائنا وأمهاتنا، يعيدنا مفاتيح كسرى وقيصر وأي شيء هذا، يعني يتعجبون. والمسلمون يقولون إيه؟ ما وعدنا الله ورسوله، ما وعدنا، يقولون إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله في هذا الموطن الصعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا، يراعي في هذا الموطن تثبيت القلوب، تثبيت الإيه؟ القلوب. فيضرب بالصخرة وتنفلق الصخرة ويقول الله أكبر، يكبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخطب، ويقول أعطيته مفاتيح الشام، أعطيته كذا، أعطيته كذا. طيب، يقول المصنف في آخر هذه الفقرة إن الناس في الأزمات بحاجة إلى من يثبتهم، لا من يخوفهم، ولا من يقول لهم لا مقام لكم فارجعوا، ولا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. طيب، هنضيف على الفائدة التي ذكرها المصنف هنا حتى نتمم الفائدة. طبعا تتم لهذه الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما بعث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ماذا قال لهما؟ لو كان الخبر صحيح أنه إن قريظة نقضت العهد، فالحنوا لي لحنا أعرفه، يعني يوروا في الكلام، يذكروا كلاما يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إشارة يشير إليه، إشارة يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفت في عضد الناس. انظر، هذا مزيد حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على التثبيت في الأزمات. طيب، من الذي أرى النبي صلى الله عليه وسلم قصور الشام؟ ومن الذي أرى النبي صلى الله عليه وسلم قصر المدائن الأبيض؟ ومن الذي أرى النبي صلى الله عليه وسلم أبواب صنعاء؟ من؟ الله. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى بفضله ومنه يربط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أراه هذه المشاهد وهو في مكانه يرى هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، يثبت الله تبارك وتعالى بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يثبت رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، والله تبارك وتعالى لم يترك نبيه قط في أي موطن من المواطن إلا والله تبارك وتعالى معه. قال الله تبارك وتعالى: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. انظر، ولولا أن ثبتناك. الله عز وجل يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بدوره يثبت من وراءه ويربط على قلوب المؤمنين. ولما بلغه نقد قريظة للعهد قال إيه؟ أبشروا، يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي هذا بشارة؟ في هذا بشارة، بشارة. لماذا؟ لأنه كلما استحكمت هذه الحلقات أو شكت بالإيه؟ بالفرج من عند من؟ الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأتي بالفرج. وقد كان أرسل الله تبارك وتعالى الجنود وجنودا لم تروها، فأرسل الله تبارك وتعالى الريح فأكفأت القدور وأدفأت النيران واقتلعت الخيام وهرول، أسرع المشركون فزعا وهربا راجعين قافلين إلى ديارهم. طيب، السادسة،
تقرؤونها والسابعة تقرؤونها والثامنة والتاسعة إلى العاشرة. في غزوة الأحزاب حصلت معجزات للرسول صلى الله عليه وسلم من تكثير طعام جابر حتى أطعم أكثر من 1000 رجل، وفي تبشيره بفتح بلاد فارس وبلاد الشام واليمن وغيرها من المعجزات. هذه من دلائل النبوة، من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم هذا الذي، وقد حدث ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به: أعطيت مفاتيح اليمن، إني لأبصر أبواب صنعاء، أعطيت كذا أعطيت كذا، حدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المحن، أي والله في هذه المحن وهذه الابتلاءات وهذه الصعوبات. طيب، الحادية عشرة في استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم للسعدين في إعطاء بعض تمر المدينة لغطفان كي يرجعوا، وقول السعدين في ذلك نستفيد منه حدود الرأي. طبعا مصنف لم يذكرها، نحن ذكرناه، إنه قال إيه، إنه قالوا في 3 حاجات: هذا شيء تحبه يا رسول الله فنحن أيضا نحبه، أم شيء أوحي إليك به فخلاص سمعا وطاعة، أم شيء تصنعه لنا. يعني قبل ما يتكلم ويعرض رأيه لا أنا رأيي كذا ورأيي كذا، لا لا لا، العقل له حدود والرأي له حدود، خاصة مع مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مع نبي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله خير البشر وأفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فإن كان الأمر وحيا شرعيا فلا يسوق حينئذ للرجل أن يجتهد إلى آخر ما ذكره المصنف. 12 مشروعية التضرع والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم في كل محنة وفي كل شدة. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، دخل خيمته يوم بدر وجعل يهتف بربه، في الرواية هكذا جعل يهتف بربه يعني يتضرع. وأنزل الله عز وجل، يعني لما قال له أبو بكر: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم. انظر إلى التصوير القرآني للحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم: إذ تستغيثون ربكم. استغاثة وتضرع ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى في المحن والشدائد. 13 يدلنا حديث جابر ودعوته للرسول صلى الله عليه وسلم مدى ما كان عليه أولئك القوم من التعاون، وأنه كان لا ينفرد أحدهم بطعام عن الباقين، بل تعاون وتعاضد فيما بينهم وإيثار وشفقة، وهذا شأن المجتمع المسلم. 14 يذكر من نتائج هذه الغزوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن نغزوهم ولا يغزوننا. إن نتائج هذه الغزوة برغم أنه لم يحصل قتال، وأنه يعني ما مات من المسلمين إلا 6 ومات من الكفار 3 قتلى، فكانت يعني ليست كالحروب الطاحنة التي يموت فيها يعني العدد الكثير، إلا أنه ترتب عليها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. لماذا؟ لأنه لن يحصل جمع مثل هذا مرة ثانية، إن تجتمع قريش وغطفان ويخرجوا كم 1000؟ 10,000. من أين سيأتون بهذا وقد خيبهم الله تبارك وتعالى؟ مرة أخرى لا يجتمعون ويخافون أن يخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل لهم. الله عز وجل ألقى الرعب في قلوبهم كما أخبر في سورة الأحزاب، ألقى الرعب في قلوبهم، فهذا الرعب الذي في قلوبهم هم يستحضرونه، يعرفون أنهم إذا رجعوا فسوف يعود عليهم الخزي والعار والشنار مرة أخرى. 15 أن أمر المشركين مهما ظهر أنهم في اجتماع واتفاق فهم إلى افتراق وفشل، قال تعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. هذا آخر هذا المبحث، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما طلبته منكم مختصر لسيرة سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه الأشياء أخواننا نبرصدها وعليها درجات في ختام العام المرة الجاية إن شاء الله، ومعنا الأرجوزة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.